На здоров'я, Абу Гебе. Абу Гебе любить приключення. Точно. طالما بنعمله حساب كل حاجة أو فاهمين دماغ الناس أو كله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب أتليتشنا أتليتشنا Probably Probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. There are no official wars between countries. But they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Hab. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي. يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسها أو دول برضك سلاحهم معروف لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان You know your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخلينا انا في اللي بعرفه ساديس صبراني شوني كونشنس ساديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوه بالسنين اللي فاتت انا الحقيقه يا جماعه مش قصدي اضايقكم خالص على الاطلاق بس الحقيقه برضو يا ابو هيبه ان انا في السنه اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي انت قدرت تبيعه يا ابو هيبه ومش عايز اضايقك برضو The arms market size in the Middle East, according to our statistics in the past 10 years, is around 70%. Egypt alone amounts 39%. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts and not only in Egypt, whole the region, by the separate notice. I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружия в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 35% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено?
مقدومة. أبو هيبة، أبو هيبة، لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان. طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد. هتشوف بكرة اللي ملوهش عازة ده هيعمل فيك ايه يا أبو هيبة. حسابك كبير جواكين، واني هحاسبك عليه كله على بعضيه. صعب يا ابو هيبة صعب. اصل انا ماليش ملكه يا ابو هيبة، لا ليا عزوه خاف عليها ولا ليا ارض ولا ليا وطن. لو فكر العزوه ملكه تبقى غلطان. عزوه ابو هيبة هيبة. هو انت ما عرفتش ان اخوك جاي لغايه عندي وعايز يشتغل معايا؟ يا فرحتك بعزوتك يا ابو هيبه. بقول لك ايه، ما تسيب تجاره السلاح دي واشتغل في اي حاجه تانية. اشتغل خطبه مثلا. انا هوريك شغل الحريم اللي انت منيهم. فرق بيني وبينك انك اعمى، ما بتشوفش غير اللي معاه التمن، لكن اني عندي قانوني. الشمال ملوش قانون يا ابو هيبة. الشمال لو تساب هتولع. هتولع ده كل ما تولع نشتغل اكتر يا ابو هيبة. تجارة تجارة يا ابو هيبة، والتجارة شطارة. ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها. بطل الوهم اللي انت فيه ده يا ابو هيبة. اللي يبيع ما يخافش، واللي يخ... اقول لك يا ابو هيبة، انا لو منك تروح تعمل جمعيه خيريه كده تحل فيها مشاكل الصعب. وانا لو منيك افتح سيرك والم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمره. لسه مناخيرك فوق، لسه. فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس، عرب واحنا ملناش جذور. مش كل القديم اثر يا فالسو، ومش كل الجذور ليها نسب. انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك. وانا هفضل وراك يا ابو هيبة لغايه لما احط في كل ايد سلاح. اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه. بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي احلم؟ ايوه، لكن انسى؟ لا، اللي جرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ. واني ما بنساش يا كين، ما بنساش. افراس السنة هنبنوا العقود. بس انا قلقان شوية من كين. كين جاي على ارضي والعقود هتطمد هناك في قريتنا. اظن كين يده مغلوله. بالعكس، احنا اللي في المسؤوليه. لو اي حد جراله اي حاجه في الفندق بتاعنا احنا اللي هنشيلوها. عشان كده عاوزك تنفذ كل اللي هقوله لك بالحرف. بيني وبينك مفيش طرف تالت. قدامنا فتره على راس السنه، ها؟ تروح الفندق مرة واثنين وتلاتة، تغير بتوع الأمن وتجيب ناسنا. بس خلف أخويا
ممكن يعملها حكاية. أنا أخو الزغير. عاوزك تجيب لي خلف الليلة دي. عاوز أشوفه وأنا في الاجتماع من غير ما تقول له حاجة.